We have only two bedrooms. Where can he stay with us, Kamal? احنا ممكن نحط له سرير في اوضه المكتب يا كريستين، او نوضب له الليفينج، في كنبه مريحه. اوضه المكتب والليفينج مش مكان لنوم. طب ارجوك يا كريستين وطي صوتك شويه، دول هما كلهم يومين ثلاثه بالكتير، وانا هقنع نوال اختي انه يقعد معاهم في القصر، لكن ما يصحش الراجل يجي لنا البيت هنا واحنا نقول له يمشي. Impossible. مين؟ أنا حمادة يا سليمان بيه. حمادة؟ ده إيه الهنا والسعادة دي؟ أهلاً وسهلاً، أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً، إيه الهنا والسعادة اللي فيها دي؟ إيه جايب معاك إيه من شرم الشيخ؟ جايب لي هدايا كتير أكيد. اتفضل أهلاً وسهلاً. طبعاً يا سيدي، راجع من شرم الشيخ وشك منور ومورد. اسبوع عسل مع المدام وانا قاعد هنا لوحدي زي قرد قطع اكلم نفسي. قول لي المدام ازايها؟ ربنا يحرقها بجاز. يحرق مين؟ انت جننت ولا ايه يا حماد؟ انا طلقتها خلاص يا سليمان بيه، سبتها. طلقت ايناس؟ هو انت جوزتها في ايه وطلقتها في ايه؟ وطلقتها ليه؟ اللي حصل. الله، اوعى اكون عرفت عنها حاجه كده ولا كده؟ انا هحكي لك كل حاجه يا سليمان بيه، بس انا مش قادر اتكلم. أنا كنت جاي طلب منك طلب كده لو ما كانش يضايقك يعني. أمر حمادة أمر. تقول يعني لو أقدر أقعد معاك كام يوم كده بس لغاية ما أدبر أموري. ها؟ أنت قلت لي إنك عايش لوحدك وزهقان، فأنا قلت نسلي بعض يعني. مش عارف يا حمادة بصراحة أقول لك إيه. لحظة واحدة بس أرد على التليفون. ألو؟ نعم. سليمان بيه، أرجوك ما تقولش لحمادة إن أنا اللي بتكلم دلوقتي. أنا عارفة إن هو عندك. أيوة يا عبد الحفيظ بيه. أمر عبد الحفيظ بيه. سليمان بيه، حمادة أمانة في رقبتك، حطه في عينيك الاتنين. أنا عارفة ابني حساس والكلمة تكسر نفسه. مش عايزاكوا تشيلوا هم حاجة أبداً. الأكل أنا هبعته كل يوم، وسيد هيجي ياخد هدومكوا تتغسل وتتكوي وترجع على طول. سليمان بيه الفواتير كمان، الكهرباء والغاز وكل حاجة عندي أنا، ما تشيلش هم حاجة أبدا. لا يا عبد الحفيظ بيه أنا تحت أمرك، أمر أنت بس. لا أعتبر الموضوع منتهي خلاص. يا سلام، إن شاء الله اطمن. مع السلامة يا عبد الحفيظ بيه، مع السلامة. يا حماد أنت واقف كده ليه زي اللي واقف في محطة مصر مستني القطر؟ ما تخش تقلع هدومك وتلبس لك بيجامة ولا جلابية كده وترحرح عشان نقعد نتكلم مع بعض يا أخي. يا جدع ده أنا حاسس إن أنا كنت قاعد مقطوع وأنت جيت تنجدني. تسليني. اتفضل يا حماد، تعالى اوريك اوضتك. اتفضل، اهلا وسهلا. يا سلام، ده انت جيت نورتني يا راجل. معقوله؟ تقف عندك ليه يا حماد؟ تعالى احنا ما عندناش حليم هنا ولا دياوي. تعالى اتفضل، تعالى يا حماد، اتفضل تعالى. الدولاب اهو قدامك، رص هدومك بقى على راحتك، واللحفه والبطاطين موجودين فوق. انت اتعشيت ولا لسه؟ والله من ايه نفسي يا سليمان بيه. احسن نوم على بطن فاضيه صحي اكتر. انت تعرف انا بتعشى ايه؟ برتقال اخد منها فصيل، اجيب لك فصيل تغير بتاع بقك. لا يا سليمان بيه، عايز انام بس. طيب خلاص، نوم العوافي، نام على راحتك بقى واصحى على راحتك، والصباح رباح نقعد مع بعضينا بقى تحكي لي الحكايه كلها. تصبح على خير. وانت من اهله. نفسك كده يا ابو، الاستاذ ابراهيم ده كويس وابن حلال، بس هو هتلاقيه مخنوق شويه. لا 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 يا سلوى، ده مش ابن ابراهيم، ده واحد تاني، ده اتجنن، ده اتبدل وبقى واحد تاني. الانسان الكويس عمره ما بيتغير، هو تلاقيه بس بيطلع غلبه في اللي حواليه، انما من جوه امير وطيب. ده لا بيفتح كتاب ولا بيروح الكليه، خلاص ضيع مستقبله. كل يوم سهران لوش الصبح على القهوة مع شوية العيال الصيعة اللي تحت دول، وكل يوم والتاني خناقة، لغاية ما مرة واحد فيهم هيبطحوا على نافوخه ويسيح دمه. خدت أنا إيه بقى؟ كسبت أنا إيه؟ أنا هكلمه. اوعي لا يهب فيكي والجنونة تطلع عليكي، إبراهيم خلاص مش همه حد. بص يا سلوى،
إبراهيم ابني مش راضي بعيشته، واللي ما يرضاش باللي ربنا قسمهوله بعيد عنك، بعيد عنك الشيطان يركبه. عارفة هما العيال تحت المبوظين. خلصنا من السياسة والمظاهرات، وقعنا في القهوة والخناقات والبلطجة. انا موتك يا انا لو انا عارف هتحترق. يا جوه ولا طلعت يا ماما يا خريش يا ولد يا ابني يا بس يا ابني بس عيب ايه يا مجد الله طلعش يا ابراهيم على ان انا اعرفك ماما انت فكرت الميز يا انا صايع يا مش هات منين هات بدل ما شوعك يا انا بس الله انتوا صغارين الكلام ده صلوا على النبي يا اخوانا بقى الساعة بقى التسعة انت ايه ده انت نام على الفرش بالجزمة صباح الخير يا سليمان ميه صباح النور ما معلش انا ما حسيتش بنفسي معلش معلش يلا فرفش كده وقوم بقى وخد لك دش عشان نشوف هنفطر ايه معلش بس التلاجة عندي ما فيهاش اي حاجة لاني سيحت التلج اللي فيها نحن هنلبس ونروح نفطر احسن برضو اهو نغير جو وفي الوقت نفسه بقى تحكي لي بالتفصيل ايه اللي حصل مفيش شامبو يا سليمان بيه شامبو مفيش شامبو وانت شايف راسي شعري ما استحملش الشامبو ده بصابونه عدل اهي عندك اهي دي دي بروه ايوه هتقضي والسلامه انا هلبس بقى عشان ننزل الست نونة بعت معايا شوية حاجات ليك حاجات ايه؟ يعني شوية لبس نضيف على شوية حلل على شوية اطباق على شبشب حمام حاجات كده يعني وهي الهانم فين؟ مستنية تحت في العربية اطلع اطلع اتأكد اذا كانوا موجودين ولا نزلوا الحمد لله لقيتكم موجودين هنزل اخلي البواب يشيل معايا الحاجة لا أمل معروف انا مش عاوز البواب ده انا مقاطعه ما بكلموش ده هو الطماع عاوز كل شوية في ايده فلوس انا ما بتعاملش معاه مش مشكلة اشيل انا الحاجات بنفسي خلاص بقى حمادة مفيش داعي للنزول ادام الفطار جانا لغايه عندنا وبعدين هننزل نروح فين على الصبح هيقعد 100 واحد معانا لا هنعرف نتكلم ولا هنعرف ناكل يا سلام على ماما نونة دي اختراع ربنا يخليها لك بقى يا راجل في حد يبقى عنده ماما نونة ويروح يتجوز كانت جوازه منيله ب60 نيله عمليه نصب رسمي ولا في الافلام يا سليمان بيه أنا بعد ما طلقتها قعدت استرجعت الشريط في دماغي لقيت إنها كانت خطة محبوكة جدا الست دي دخلت عليا في دماغي حاجة واحدة المحل محل إيه؟ المحل بتاعي ماله؟ خدته استولت عليه النصابة الحقيرة خدته منك إزاي مجنون؟ عملت لك إيه عشان تاخد المحل؟ وأنت سيبها كده ما تبلغ عنها البوليس ياخدوها أبلغ البوليس أقول له إيه بس؟ المحل باسمها بيع وشراء رسمي بيع وشراء؟ دي حكاية ليها العجب والله الحاجات يا حمادة بي حطها جوه على جنب يا سيد حاضر حمادة بي نونة هانم بتقول لو في هدوم وسخة ممكن ناخدها نغسلها وننظفها ونجيبها لحضرتك تاني الشنطة على السرير جوه يا سيد تعالى معايا يا سيد هي دي الشنطه بتاعت حماده بيه ايوه هي وخدي كمان معاك يا سيد البوجه دي بتاعت حماده بيه لا دي بتاعتي انا هتتغسل وتتكبر مره وسلم لي على ست نونه كتير قوي ماشي ماشي بقول لك يا سيد خد الجنيه ده عشان فلوس انا لما بخدم حماده بيه ولا بشيل له حاجه ولا بدي له حاجه عشان بحبه مش عشان فلوس يا اخي خدي اشرب لك كوبايه شاي وهو الشاي بجنيه النهارده؟ شاي باتنين جنيه باتنين جنيه؟ ليه هتشوف في العيلته من ليه؟ طب اخويا مع السلامة، سلمي على ست نونة كتير، مع السلامة لا يا عاطف بيه، واضح انك مستعجل زيادة عن اللزوم،
يا اخي ده اللي بيحجز عربية بيقعد مستنيها شهرين ثلاثة على ما تيجي، وانت عاوز تشتري قصر عز وباشا بحاله بيوم وليلة؟ كيف بيوم وليلة يا استاذ علاء؟ انا الي اكتر من شهر رايح جاي معك، انت اخذت مني المصاري وانا ما اخذت منك شيء. انت معاك الورق بالفلوس دي كلها؟ شو حبيب قلبي؟ شو بدي اعمل بالورق؟ انا ماني جاي على مصر لهون نروح على المحاكم وارفع قضايا، انا عندي شغل. الله يخليك على قبيك. على العموم يا سيدي هانت، اصبر بس شوية. حمادة ابن عمي لسه متجوز جديد وقاعد عند مراته في شقتها، وماما لولا كده كده مش معقول هتقعد لوحدها، هتروح تقعد معاه مش هتسيبه، واحنا مش معقول هنطردها من القصر كده عاطف بيه. انت شفت بنفسك الموقف حساس قد ايه. ايه ده علاء عزه قاعد هناك اهو. يوه احنا ما صدقنا خلصنا من عزه، يطلع لنا عزه تاني؟ هما ايه مكتوبين على جبيننا؟ شفت انت ابن حلال مصفي، مرات حماده ابن عمي هنا، يبقى اكيد هو جاي عشان تشوف بنفسك. انا مش بخدعك يا عاطف بيه. بعد اذنك ثانيه واحده. اتفضل. اهلا يا مدام ايناس. اهلا يا علاء. ازيك يا مدام جيجي؟ الحمد لله. انت كويس؟ الحمد لله. امال حماده فين؟ معرفش، علمي علمك. لا ما تطمنلوش قوي كده، ده حماده ابن عمي وانا عارفه كويس قوي. عفريت لو ما فتحتيش عينيكي هيلعب بديله. ديله هو حر فيك. احنا خلصنا خلاص. خلصتوا ازاي؟ انت بتهرجي؟ احنا فعلا اتطلقنا. اتطلقتوا امتى؟ هو انتوا لحقتوا اتجوزتوا عشان تتطلقوا؟ ايه السبب؟ خلاف في الشغل. حماده ابن عمك ده طلع طماع قوي على بيه. ازاي؟ ايه اللي حصل؟ ايناس اشترت منه المحل ودفعت له فلوسه بالكامل، وبعد كده رجع يقول المحل يفضل باسم حماده. ودفعت له فيه ملايين وكاش وبرضه مش عاجبه. لا لا لا، دي مش اخلاق قالت عزه خالص. معقوله حماده يعمل كده؟ والله يا علاء بيه، ايناس طول اليوم كانت منهار، قلت لها لازم تخرجي من المود شويه، اصلها اتصدمت في حماده، ما كانتش تتخيل ابدا انه يطلع كده. معلش معلش. الظاهر بقى ان احنا ملناش حظ مع الرجاله. لا 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 مدام جيجي ما تقوليش كده، الرجاله كويسين كتير قوي. معلش انا الحقيقه كان نفسي اقعد معاكوا اكتر من كده، بس معايا ملياردير لبناني وفي بينا بيزنس هخلص معاه، وحاجه لو انتوا قاعدين شويه. قوي قوي. بعد اذنكم. حاضر. شوف بقى يا شادي، انا جايباك الليله دي عشان عايزه اتكلم معاك في موضوع مهم جدا هيأثر في حياتي تأثير جذري. انا تحت امرك يا انسه داليا. ربنا يخليك. بص، في واحد رزل كده قوي ومن عيله غنيه ومحترمه وكل حاجه، جه عشان يخطبني. يخطبك ازاي وانت وافقتي؟ ايوه هو ده بقى اللي انا عايزاه منك بالظبط، الافوره في الكلام. بص انا عايزاك في شغلانه بسيطه كده تخلصني من اخ بهاء ده، واكل دماغ امي وجدي بشكل فظيع، ورخمت عليه رخامه مش قادره اقول لك، عملت فيه عمايل الرخامه مش جايبه نتيجه. مفيش حل بقى غير ان هو اللي يرفضني. ازاي؟ عايزاك تمثل انك بتحبني. امثل؟ بس انا ما بعرفش امثل. يا سلام، ده انت اكلت عم عليا الاونطه والشربه هو ولا حاسس باي حاجه، ولولا ان انا جيت كده في لحظه غريبه فركشت لك الدنيا كلها كان زمانه لسه فاكر انك رجل اعمال لحد دلوقتي. اشمعنى انا يعني اللي فكرت فيه عشان يقوم بالمهمه دي؟ بصراحه ما اعرفش حد تاني، وبعدين حماده بيحبك وبيثق فيك. طيب ايه المطلوب مني عشان اعمله بالظبط؟ ولا حاجه، انت هتشوفني طبعا في النادي صدفه، هتيجي تسلم عليا بحراره شويه زياده، اول بقى ما يشوفك كده المفروض بقى يبقى عنده شويه دم ويحل عنه. انا مؤمن ان الحب بيجي بعد الجواز، عشان كده لما فكرت ان لما اجي اتجوز هتجوز بشكل تقليدي، وده مش عيب. لا طبعا مش عيب، بس ممكن اسالك سؤال؟ اتفضلي. انت مريت بتجارب او قصص حب قبل ما تفكر انك تتجوز؟ انا مش هكدب عليكي، انا مريت بقصص كتير، بس مش حب انما يعني كانت تسليه. طب ممكن اعرف كم قصه تقريبا؟ مش فاكر يعني. يعني نقدر نقول 15 17 20 مثلا؟ لا مش للدرجه دي. طيب يعني 9 10 في الحدود دي. لا انا تقريبا مريت بقل من كده بقى، تقدر تقول 7. 7؟ انت بتهزري.
اهزر ليه؟ ما انت لسه بتقول 10 اهو. لا انا راجل ما يعبنيش حاجه، انما انت. انا ايه؟ بس انت بتختبريني. عموما انا كل البنات اللي عرفتهم قبل كده انتهوا تماما من حياتي، والدليل ان فكرت لما اجي اتجوز فكرت في واحده زيك. واحده تكون مؤدبه وبنت عيله محترمه، مش كده؟ في سؤال كنت عايز اساله لك، ممكن؟ طبعا ممكن، اتفضل. ما فكرتيش في الحجاب؟ انت عاوزني اتحجب؟ انا ما بفرضش عليك رايي، بس اكون سعيد طبعا لو عملت كده. وطبعا عايز اسيب شغلي في الطيران. ده شيء مفروغ منه، ما انا مش معقوله ابقى هنا ومراتي في لندن مثلا. طبعا. طب ليه بهاء ما خدتهاش من قصرها كده واتجوزت واحده يعني لابسه الحجاب، ما دام انت نفسك في واحده محجبه؟ انا قلت لك انا مش شرط عليك ده. بس انت بقى عايز تكسب فيا ثواب، فيعني تبقى اتجوزتني وقعدتني في البيت ولبستني الحجاب. اظن دي حاجه تسعد اي واحده. هاي دودة. ازيك يا شيخ؟ وحشتيني. وانت وحشني موت. ايه ده؟ انت فين يا راجل؟ انا موجود 4 ساعات ما اشوفكيش يا راجل. لا 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 انا بزعل والله. بهاء احب اعرفك، شادي صاحبي الانتيم، يعني باي بيست فريند. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ده بقى واحد من 7 اللي كنت حكيت لك عليهم. طيب سيبك انا مع بعض. يس يس، خلصت الليله الحمد لله. يا دودة يا جامد. دي النتيجه الطبيعيه يا ماما نونا، كان لازم يطلقوا، الجوازه كان باين عليها من الاول، اللي يجي بالسهل يروح بالسهل. والنبي يا اختي انا ما كنت موافقه، انما ما عرفتش بقى الا بعد ما كتب كتابه عليها. انما انا من الاول كده ما كنتش مرتاحه لها، شنكلته ازاي دي ما اعرفش. شنكلته ايه بس يا ماما نونا؟ انت فاكره حماده ده امله؟ ده تخين ومش حلو وعدي 60 سنة، متخيله يعني البنات هتقطع نفسها عليه؟ لا بقى يا نوال، لا يا اختي، حماده زي القمر، خليه بقى يركز في شغله عشان يعمل حاجه صح في حياته. ازيك يا نوال؟ اهلا يا علاء. وادي البايظ التاني وصل اهو، والله عيله عزه دي كلها تحف. ليه بس يا نونو؟ ماما نونا والنعمه الشريفه زي القمر. تقدري تقولي لي واحد زي ده ما يتجوزش لغايه دلوقتي ليه؟ حقه، غلبت فيه، لساني اتلوى، انما ما فيش فايده مش نافع. واتجوز منين يا ماما نونا؟ ما انت عارفه كل الفلوس اللي جات لك دي وتقول لك اتجوز منين؟ واحد ما بطلش جوازته طول عمره والتاني يقضيها استعباط. انتوا عرفتوا ان حماده طلق ايناس؟ وعرفت منين؟ انت قابلت حماده؟ لا قابلت ايناس. دي وحشه، اوعى تكون سلمت عليها ولا كلمتها. الحمد لله ربنا نجانا منها. هو حماده فين؟ قاعد كام يوم كده عند واحد صاحبه لحد اعصابه ما تهدى، وباذن الله هيجي يقعد معانا هنا. اصلا يعني عرفت انها مبشبشه معاه اليومين دول. مبشبشه ازاي يعني؟ باع لايناس المحل قبل ما يطلقها وعاكم كم مليون. هو هي اصلها كانت مدينه بمبلغ كده مكسور عليه للضرايب، وانت عارف حماده ما يحبش حد يبقى له عنده حاجه. طبعا طبعا، بس على الله بقى صاحبه اللي قاعد عنده ده ما يقلبوش. هو قاعد عند مين؟ اتدوري لي هنا وكلميني، انا عايز اعرف ايه اللي حصل بالظبط. ما حصلش حاجه يا ماما. امال ايه اللي هببتي ده؟ انا ما هببتش حاجه، ده خلاف بسيط في وجهات النظر. الاستاذ بهاء عنده ماضي منيل ب60 نيله. مش مهم انه يكون عنده ماضي، المهم انه جاي يتجوزك. وبعدين اي شاب بيمر بتجارب في حياته. انا ما عنديش اعتراض على كده، المشكله عنده مش عندي انا. يعني ايه بقى ان شاء الله؟ يعني زي ما هو عايزني اقبل انه يكون عنده تجارب، انا كمان من حقي يبقى عندي تجارب. ازاي يعني؟ انت قلت له الكلام ده؟ لا ما قلتلوش، انا خليته يشوف بعينيه. يشوف ايه؟ احنا قاعدين مع بعض، واحد جه يسلم عليا، راح ده قايم غضبان ومشي. طبعا له حق يعمل اكتر من كده. ومين بقى ده اللي جه يسلم عليكي؟ واحد. يعني ايه واحد؟ يعني في بينك وبينه حاجه؟ لا طبعا مفيش. طب وليه ما قلتيش لبهاء الكلام ده؟ انت عايزاني اقعد اعتذر له واقول له معلش عشان واحد جه يسلم عليا وهو عمال يحكي لي على غرامياته وانه مقطع سمكه وديلها؟ يعني برضه نفذتي اللي في دماغي وفكشت الجوازه. شوفي بقى مين اللي هيسال فيكي ولا يعبرك حتى. الو، انسه داليا، ممكن اشوفك؟ عايز اتكلم معاكي في موضوع مهم. المكان اللي تحبيه. خلاص انا هستناكي هناك، مع السلامه.
انت مالك بقى اليومين دول؟ انت مش عاجبني خالص. ليه بس يا منير بيه؟ هو مفيش شغل ولا في عندك شغل وبتشتغل وبتبعته برا؟ انا اقدر برضو يا منير بيه، انا لا يمكن انسى افضلكوا عليا. انا بس اليومين دول مش عارف ماليش نفس للشغل ليه، وايدي مش قادره تمسك الريشه. داليا ايه اللي جابك؟ ازيك يا جد؟ ايه يا عم خضيت جايبني على مال وشي كده ليه؟ ايه بقى الموضوع المهم اللي انت عايز تتكلم معايا فيه؟ لا 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 مفيش، انا بس كنت عديت على المحل بتاع الاستاذ حماده، فلقيت المحل اتغير وبقى معرض كده اسمه وومن براند، فسالت الناس هناك قالوا لي ان الاستاذ حماده باعه، فحبيت اعرف منك بس لحسن يكون الاستاذ حماده في ازمه ولا حاجه. بابا باع المحل؟ غريبه دي. مش غريبه ولا حاجه، شغل السوق ده مش محتاج دلع. اهلا سالم باشا. اهلا وسهلا، اتفضل. اتفضل. قلقتني على بابا، هو في ايه؟ انا هكلمه. لا لحظه واحده بس، هو الحقيقه مش هو ده الموضوع الوحيد اللي كنت جايه افتحك فيه انسه داليا. امال ايه الموضوع؟ لما حضرتك طلبت مني اني امثل ان احنا يعني بنحب بعض او حاجه زي كده، انا وافقت ان انا اعمل كده لاني ما اقدرش ارفض لك طلب. صحيح، ميرسي قوي يا شادي، الخطه جابت نتيجه هايله، العريس خد دله في سنانه وطار. انسة داليا انا ما كنتش بمثل ساعتها. يعني ايه التمثيل قلب بجد؟ لا ما هو التمثيل ما كانش تمثيل من اساسه، انا بصراحه اترددت كتير قبل ما فتحك في الموضوع ده. انا عارف انك مش حاسه بيا، بس انا قلت يعني اقول لك كده عشان يمكن تحسي بيا في يوم من الايام. انت بتحبني يا شادي؟ ايوه، هو حبي ليكي حاجه تضحك ولا حاجه؟ لا اصل انا افتكرت اول يوم شفتك فيه انت كان شكلك عجيب قوي، انت ايه ما كنتش بتستحمى ولا ايه؟ سوري انا مدب، معلش. لو بتحبني زي ما بتقول هتاخد على كلامي. معقوله بنت اللذينه دي توصلك انك تقعد على اونكل سليمان؟ حماد عايزه مش لاقي مكان يقعد فيه. ما تشيليش هم يا داليا، انت عارف ابوك، انا بقع الوقع من دول بس بعرف ازاي اقوم منها زي الحصان. ايوه بس مش قادره اصدق، يعني كل الدلع اللي كانت بتدلعه عليك ده وكل الحب ده كان تمثيليه؟ معقوله في ستات كده؟ ايه القرف اللي هي فيه ده؟ يعني عملت كل ده عشان في الاخر توصل لحته محل؟ عارف انت وديني اللي وصلني ليها انا اروح ارقشها بسنين. اصبري عليا يا دودة، وحياتك عندي لو اوريها نقوم في عز الظهر. انا ما سيبش حق، انت عارفاني. انت هو في اطيب منك يا حماده في الدنيا دي كلها؟ اسمع بقى، انا عندي حته دين فكره عبقريه، انت تسيب البيت عند اونكل سليمان وانا هسيب البيت لفوزيه، وانا وانت ناجر شقه ايجار جديد نقعد فيها احنا الاثنين. عليا النعمه دي، احلى حاجه في الدنيا. انت احلى حاجه في حياتي يا بنتي، ما تجيبي بوز. يا سلام. اسمعي يا دودة، انا هقول لك خلاصه التجربه المريره اللي انا عشتها. ايوه ايه الخلاصه؟ انا حاسه ان احنا داخلين على حكم وفلسفه وكلام كبير قوي. قول لي بقى. اوعي تتجوزي اللي انت بتحبيه، لازم تتجوزي اللي بيحبك ويموت فيكي كمان. حماده لو عايز تريح خش رايح جوه على السرير، كان ما دي ما تستحملش التريق. لا انا مش نايم. لك حق تنام بعد طاجن باميه اللي بعتته ماما نونه وكلناه، لازم تنام على طول. انا ما بيجينيش نوم يا سليمان بيه، كل ما افتكر اللي حصل لي احس ان انا مخنوق ونفسي اتكتم. انا متهيألي حصل لي حاجه والله. يا اخي ما تقولش كده، فلا الله ولا فالك. لو حصل لك اللي حصل لي ده تعمل ايه يا سليمان بيه؟ اعوذ بالله، هل ممكن يحصل لي حصل لك ده؟ ابدا، الله في سماه لو جاتني نانسي عقرب بنفسها عشان امضي لها ورقه زي دي، انا لا يمكن امضيها لها حتى لو كان اخر يوم في عمري. على العموم انا مش عاوز اقلب عليك المواجع، انما بقى اذا كان القانون مش هيجيب لك حقك، في طرق تانية كتيره قوي جيب لك حقك منها. طرق ايه؟ تكري عليها جماعه بلطجيه هددوها. انا اسمع ان في ناس شغلتها كده، تجيب الحق بالفلوس. ده مبلغ كبير قوي، ده المحل بتاعك دلوقتي يساوي لي 6 7 مليون جنيه على الاقل. هو انا اعرف بلطجيه منين بس يا سليمان بيه؟ تعرفهم منين؟ دي البلد مليانه بلطجيه. ايوه جاي، وعندك اتنين شعره بوسطه. بقول يا استاذ ابراهيم، بقول يعني انت ومجدي كل واحد واخد منكم جنب كده، وكل يوم والتاني في المشاكل والخناقات، ما تفضها سيره
والمسامح كريم. ده واد صايع مش لاقي حد ينام. هو فاكرني يعني عشان طالب في الجامعه اخاف منه؟ الشويتين اللي بيعملهم مع العالم هنا دول ما بياكلوش معايا. يا عم خلاص قلبك ابيض اهو تتقي شره. شره؟ مش قادر اجرب حد حاجه بلاش خياب. شره ايه؟ حاجة يا أستاذ حنفي؟ لا بس كنت عايزك في كلمة يا ملك. سر يا سيبني ولا إيه ظروفك؟ أنا كنت جاي أسألك على الحاجة اللي عندك. حاجة عندي أنا؟ حاجة إيه؟ فلوس. فلوس إيه يا عمنا؟ وأنا واخدهم سلف ولا إيه؟ أنت جاي ترمي بالك في آخر الليل؟ ده أنت على كرشك قد كده. إمشي أنا إمشي. أستاذ حنفي. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم. مفيش بقى يا استاذ ابراهيم، ربنا هو المبتدئ. ده انا بطبق الورديه ورا الورديه عشان اروح وفضي اخر الليل 20 جنيه بعد البنزين والزيت وحق صاحب العربيه. يقوم يجي سماد يفرض علينا اتاوه. اتاوه؟ ليه يعني؟ واخد منك 600 في 1000 يعني 1600 جنيه. بمناسبه ايه؟ والله ما انا عارف. لو لازمك الفلوس دي انا ممكن ارجعها. لا يا استاذ ابراهيم خليك انت بعيد عن الواد ده، ده واد مجرم وانا مرضاش انه يؤذيك. لازماك ولا مش لازماك؟ ايوه بس ما بس ابعد انت بس. انا اللي اعرفه ان الراجل اللي عامل فيها صايع ولافف ما يتشطرش على ابن منطقته ويقلبه في فلوس، خصوصي اذا كان سواق وغلبان. مش كده برضو يا مجدي؟ الله 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 يا ابراهيم، روح زكلك الميتين يا ابني ولا خد المصروف من امك. ايه اللي بصارك لغايه دلوقتي؟ فين فلوس مستحانه في يا مجدي؟ ياما خوفتني. امشي يالا بدل ما مدك على رجلك او اخدك غياب. اطلع بالفلوس ياض يا حرامي، اطلع بدل ما افرجك. انا حرامي يا ديت يالا. ايوه حرامي وستين حرامي كمان. ماشي ماشي غلط. هنا هنا هيمه. اطلع بالفلوس ياض، اطلع بقى 600 جنيه. حاضر هيمة، حاضر هيمة. الفلوس اهي. اهدى بس هيمة. الفلوس اهي. كام دول يا 2000 جنيه. ربنا يخليك لنا يا استاذ ابراهيم، ربنا محرمنا منك. خليك 1600 جنيه صح؟ اه. دول 600 جنيه حلال عليا. ماشي. ودول ال 1000 جنيه بتوعك. مرضي يابا؟ اللي تشوفه يا استاذ ابراهيم. طريق السلامة يا زوق. الباوي قوم يا استاذ ابراهيم، نزل مشاريب للقهوه كلها على حسابي. اسمع يا حماده، اذا كنت عاوز ترجع حقك اللي ضاع منك انا عندي حل مضمون 100%. حل ايه؟ الشيخ علي المغربي. المغربي مين؟ ايه ده، انت مش عايش في الدنيا ولا ايه؟ ده شيخ بيجي على الفضائيات بيعمل حجبه وبيفك اعمال، واكيد ايناس عامله لك عمل. ايه الكلام الفاضي ده يا سليمان بيه؟ ده نصب واحتيال. يعني انا اخرج من النصاب ادخل على النصاب؟ اسمعني بس يا اخي، احنا مش هنغرم حاجه ولا هندفع ابيض ولا اسود. الحكايه كلها هتكلمه مكالمه، هو بيطلع على الهوا الساعه 8 بس، يا كمان نطلبه النمره بتاعته تلقط معانا. يعني انا اروح افضح نفسي على الفضائيات ابقى مغفل عالمي؟ يا اخي هو مش عاوز منك حاجه غير اسمك واسم امك، وبعدين هو بيشتغل لوحده. من كام يوم في واحده طلبته بتشتكي من جوزها عاملها وسايبها، عمل لها حجاب، خلى جوزها جالها لغايه عندها قال لها حقك عليا انا متاسف، احنا نخليه يعمل لك حجاب يخلي ايناس تيجي لك لغايه عندك هنا وتبوس ايديك وتقول لك المحل بتاعك اهو. هي امها اسمها ايه؟ والله ما اعرف. ايه ده؟ مين اللي جاي لنا دلوقتي؟ اهلا على ابي عزو. يا اهلا وسهلا. ازيك سليمان بيه؟ الله يخليك. يا ترى الواد البيه ابن عمي عندك؟ عندي طبعا. امال هيروح فين؟ اتفضل. يا حماد يعني تتجوز من ورانا وسكتنا، تطلق من ورانا وقلنا ماشي، انما بيت ابن عمك يبقى مفتوح وتروح تقعد برضه عند سليمان بيه وتزعجه؟ الله، هو انا غريب يا علاء بيه؟ ده احنا عشره 45 سنه. ازيك يا علاء؟ ايه زيارة المفاجأة دي؟ انت عرفت منين ان انا هنا؟
كنت عند ماما نونة وقالت لي انك قاعد عند سليمان بيه، قلت لا ما بدهاش، لازم اجي طبعا اشقر عليك بعد اذنك يا سليمان بيه. حماده ابن عمي وانا اولى بيه، انا عازب وهو دلوقتي بقى عازب، يعني نونس بعض. يلا يا عم يلا قوم هات شنطتك وتعالى معايا، ده بعد اذن حضره النصر طبعا. سيبني في حالي علاء، انت رايق. ماله ده؟ هو انت اول واحد يطلق ولا ايه؟ ده من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا الطلاق. قول له علاء بيه احسن، ده قاعد مباوز من صباحيه ربنا. على ايه؟ الله، وانت كنت بتحبها ولا ايه؟ مصيبه لك كنت بتحبها. يعني انا مش فايق هزارك ده يا اخي. طب يلا يلا قوم بقى، قوم بجد بجد، عايزك ترى نقعد في اي حته كده. يلا سيبولي بس يا سليمان بيه وانا هروقه لك. يلا يا عم يلا. هما ما عندهمش هنا بيرة؟ لا. امال هنشرب ايه؟ اشرب اي حاجة يا علاء. خلصت بيرة خالية من الكحول. يلا اهو منظر خلاص. واحد بيرة خالية من الكحول. حاضر يا فندم. وحمادة بيه؟ مش عايز حاجة. ايه بقى؟ ايه الجوازة الطيارة دي؟ انت ما كنتش تمام ولا ايه اللي حصل؟ انا تمام، انت بقى زي الفل. يبقى هي بقى اللي ما كانتش تمام. انت عايز ايه يعني؟ شوف يا حماده، احنا اولاد عم، مهما اتخانقنا انا وانت لكن في النهايه احنا اكتر من اخوات. طول عمرنا بنحب في بعض ونعلي صوتنا على بعض، لكن لو اي حد تعرض لاي واحد فينا بنقف له كلنا زي الوحوش. صح؟ لا مش صح، انت عمرك ما وقفت جنبي في اي حاجه. يا اخي ده انت قلبك اسود بشكل. اكيد بتقول الكلام ده من ورا قلبك. صح، بتقول الكلام ده من ورا قلبك. حماده بصراحه كده انا في ظروف ما يعلم بها الا ربنا، انا مديون لطوب الارض. ده انا بدخل بيتي من سلم الخدامين اللي في المنور، والواد برع اللي ماشي ما بقاش موجود دلوقتي، طول النهار والليل الباب بيخبط من الديانه وطبعا ما بفتحش. انت بتقول الكلام ده يعني؟ عشان بصراحه انا عارف ان حالتك مزهزهه اليومين دول، بعد ما بعت المحل وقبضت ثمنه كاش، يعني معاك قرشين كويسين. انت جاي دلوقتي بقى تستلف مني مش كده؟ انا كلمت نواف. كلمت نوال، اتضح انها على الجنط يا دوب عايش على قدها. وبصراحه بقى كسفت اكلم ماما نونا، عليا ليها فلوس كتير قوي، حتى كمال اخويا عايش بالعافيه. وانا لو دخلت السجن يا حماده اسم عيله عزه هيتمرمط في مصر كلها. وانا مش عايز فلوس عشان اسدد بيها ديوني، ده ديوني كتير قوي ومتلتله. انا عايز فلوس عشان اسافر بره مصر. خلاص اروح ايطاليا ولا اروح فرنسا اعيش هناك، يعني كل اللي عايزه تمن التذكره والفيزا، وقرشين بقى كده يبقوا في جيبي وانا مسافر، يعني حسبه 5000 يورو كده، يعني مبلغ صغير. يا حماده انت بتبص لي كده؟ لا بجد عيب البصر، انت بتبص لي كده كان نصب وجنصب عليك. يا ابني انت مش نصب بس، ده انت نصب عالمي. لا اهو ده انا ما اسمحوش، انت كده بتدني يا حماده، انا غلطان ان انا جيت. اقعد بس اقعد، ده انت وقعت من السما. ده انا عمري ما تخيلت انك ممكن تبقى موجود في حاجه غير النهارده. انت قلت لي عايز كام؟ 5000 يورو؟ اعتبرهم في جيبك. هنخش في الاستعباط بقى؟ انا ما بحبش طريقتك دي. لو عايز تديني الفلوس ادهم لي على طول، لو ما انتش ناوي ما تقعدش تلف وتدور بالطريقه بتاعتك دي. يا علاء انا هكسر الوديعه اللي احنا عايشين منها انا وماما نونا وهديك ال 5000 يورو. وهتكسرها ليه؟ انت قابض ملايين ثمن المحل، ولا انا عايز تفضحني في العيله كلها؟ اسمع فتح لي مخك كويس قوي. اخوك اتنصب عليه نصبايه جامده جدا. من مين؟ مين اللي قال لك ان بعت المحل وقبضت ثمنه كاش؟ إناس. انت شفت إناس فين؟ في مطعم كنت سهران فيه انا وجماعه اصحابي. كان معاها حد؟ رجاله لا، بس كان معاها صاحبتها دي اللي معاها دايما، جيجي. دي بقى الشركه الثانيه في المؤامره. انت بتتكلم جد؟ إناس وجيجي علاء عصابه نصابين، نصبوا على اخوك نصبايه كبيره قوي، خدوا المحل وقانوني وورقهم سليم 100%. ازاي؟ احكي لك ازاي، بس المهم دلوقتي عايزين نفكر ازاي نرجع المحل ده، وعايزين نرجعه قانوني وورق سليم 100%. انت اللي هتقدر تساعدني علاء. طيب ممكن تفهمني اكتر؟
دلوقتي احنا مصالحنا اتقابلت، زي ما بيقولوا المصالح تتصالح. انت عايز تهرب من البلد وتسافر، وانا عايز ارجع المحل بتاعي، يبقى نحط ايدينا في ايدين بعض. وانا معاك في اي حاجه. نقرا الفتحه بس. لا خليها من كحول مش مهم. بسم الله الرحمن الرحيم.